حبيبي يا عز حبيبي تفضل. اسلم المفرح قال اسلم يقول يا عيني اللي تدفن الدمع الشكيب. طيب كل الاماني والهقاوي جارحه جارحه راحت حياتي مثل مرواح الغريب اللي بي من يفهمه ويصالحه. قريب من ربي ولاني قريب من حلمي اللي كل يوم اطارحه. يا وقت وجهي ذيب لو وجهك شحي يا وقت عليت يا وقت وجهي ذيب لو وجه اعوذ بالله مش طرجي عليت يا عيني اللي تدفن الدمع الشكيب. كل الاماني والهقاوي جارحه راحت حياتي مثل مرواح الغريب اللي يبي من يفهمه ويصارحه. قريب من ربي ولاني قريب من حلمي اللي كل يوم اطارحه. يا وقت وجهي ذيب لو وجهك شحيب ترى العقول احيانا ما هي شارحه. معادلي عليت معادلي في مصادمك حظ ونصيب اكثر من اللي فات حالي شارحه. البارحه من كثر ما اختي وصيب ما والله اني ذقت نوم البارحه. سلام صح الله سلام. لذلك ممكن يروح ترى في عندي نسيان ما اعلم به الا الله واعاني منه جدا. انا الموضوع ذا بعود عليه ابنشدك فيه موضوع النسيان. نبي ناخذ مشاركات من المتسابقين. طيب ونرجع لضيوفنا. يا سلام يا سلام يا عز لبيه. يا مرحبا ومسهلا سمعنا. تبي شيء تبي قصيد تبي شيء سمعنا عندك مشلة ولا قصيد ولا اللي يجي منك. مرحبا ومسهلا. يقول البارحة صدري عليه النفس ضاق. طيب يتسني أصعد عن خط الجاذبية. طيب متنحر سبع تحت سبع أطباق وأسبح كما يسبح جناح الرتية. طيب ومتعرض صدري هواجيس وإرهاق والناس ما هي بالمصايب درية. من حر ما بمحرق صدري إحراق واللي شرابه فيه ذنب وخطية. مشروب من قضى حياته على ساق وعمتي بنفسه حظوظه ردية. هل يا سعب الوصل جازوه بفراق واللي دنا ما قيل الله حيه. واللي تباعد خطوته زاد الأشواق ولا فيهم باعد خطوته مهم هي. ويخيل دون مواصلة ترف براق وحاديه دون مواصلة ترف نية. ما بين يا ترف الصباباب وغلاق ما بين أبوه وبين عمه وخيه. وما بين عاد الحب ودروب وعلاق وسلم الجدود وعزوته ال طيب بدنا نوصل درب فراق ودجنا الديار لا ذات الخلية هي ناشد عنا ترى دربنا شاق ما هو لنا لكن حدث المطية. طيب يا سلام يا سلام صح الله الزام. يا سلام أبو عبيد سمعنا أطربنا الله يطرب. بس قبل أطربنا أبو عبيد أبو عبد العزيز هذه الأكياس ذيك وشينا. والله الأكياس هذيك جايبينها نتفرج عليها. أفا من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد يا رجال هذا لا لا هذا أحد هذا أحد المحلات درب ضيوفنا اليوم الله يطول عمره. نعم. وارسل لنا من الحلاوة وارسل لنا من تقديم ضيوفنا وكرام لضيوفنا الله يبيض وجيههم. كعك وجبن خلنا جبلنا وتفك قد سولف مع اليمين لبيه سولف مع اليمين وش اي نعم كعك وجبن هذه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم. عطنا عطنا السلطات هنا خلنا ناخذ لنا وش هو درع من عيش يا سلام. يا سلام عليكم يا سلام عليكم يا شباب. معنا كعك وجبن هذه كعك وجبن لكن ما هو مطعم سعودي ويقدم منوعات من المعجنات والسندويشتات والسندويشتات وايضا اطباق الفطور المميزه. يلا 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 لا اول والله صعب بس الحين خلاص. يا سلام يا سلام. هذه ويشي هذه سلطه سلطه سيزر مكتوب عليها يا ابو سلطه سيزر طبعا انا بعطيكم نبذه بسيطه عن كعك وجبن. طبعا كعك وجبن من الذ واشهى المناقيش والكعك اللي تجربها بحياتك باذن الله. مطعم سعودي يقدم منوعات من المعجنات والساندويشتات وايضا اطباق الفطور. لبيه شوفوا 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 كعك وجبن. لا 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 نواف الكنترول يبغونك. ايه بسرعه ايه تسمع ايه طيب
طبعا يقدم أفضل قائمة فطور منوعة ومميزة وطعمها فريد، أطباق أو سندويشتات أو معجنات، وقائمة خفائف وسناكات ومشروبات بيض الوجه، شغل نظيف وطعم خفيف خفيف على كيف كيفك. وإذا تحب الخفائف في العشاء مالك غنى عنه، شيء يعجبكم. وبيض الوجه عند الضيوف وعند الحبايب شكل فاخر من الآخر، يا سلام، تاكل عيونه قبل بوقه. اسم تميز بالمعجنات والكعك والخفائف من عام 2014 وانتشر حول الرياض والطائف والأحساء، وعندهم خطة توسع، عندهم خطة توسع على مستوى المملكة ما شاء الله عليهم. وتقدرون تطلبون من خلال فروعهم أو تطبيقات التوصيل. جبن كعك وجبن من ألذ وأشهى المناقيش، وبإذن الله راح تعجبكم. وما فيها شيء اللي قدم لنا، نقول بيض الله وجهه، ونبي منكم يعني تعطونا الصدق فيما تذوقونه وتشوفونه. كيف الشكل يا شباب؟ لحظة يذوق كلنا بناكل، يا سلام. شوف حلو حلو، تعال بص تعال شوف، عندهم 10 فروع ما شاء الله. شوف عندهم 10 فروع في الرياض والطائف والأحساء ما شاء الله. العين للبؤ سيدة، يا سلام يا سلام. ايوه شوف خفيف ولطيف، يا سلام. حلو حلو يا شباب، الله. انتم كذا تحمسوني اقوم معكم انا كذا. ابو عبد العزيز يا لبيك، بما ان ابو ناحي سامع يذوقها علينا راي. يا سلام الله يسعدك. نواف خلها محلها وعاد نشوف البيتزا. يا ولد تعدى عليك يا ولد، صراحه فخمه جدا. سلطان السمي مع البيتزا، يا سلام صراحه كذا غير طبيعي. بيتزا وسلطات مقبلات، يا سلام. سلطه الفتوش وتبوله، الله 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 عليك، يا سلام عليكم. انا الحين ما ادري امسك السلطه ولا ذوق. لا لا ممتاز، انت معطيني واحده يعني. لا لا اخذ انا على طول. ممتاز، بسم الله الرحمن الرحيم. انا ودي ان ما حد ياخذ، بكره لحالي. الكاشه متواجده معاكم، امسع الكود واطلب. متواجدين في جميع تطبيقات التوصيل، ادخل الكود واطلب منهم. نعم طيب طيب، الله يسعدكم ويبارك فيكم. امسح التطبيق، امسح الكود واطلب عبر الكود. ابو عبد العزيز شوف المطاعم واجد صح ولا لا؟ انا ما قلت شوف زي كذا صراحه، لكن تنويع في اطباق البيتزا، ترى البيتزا تعتبر وجبه نادره وممتازه، ولا اي مطعم يضبطها شكلا وذوقا. هذه مبين عليها جرجير على سبانخ، وش فيها هذه؟ الرجال تاكل بعيونها مو ببطونها، احنا كنا بعيوننا. يا الله صدق من زينها، ما ودي اقطعها من وكذا كذا، تحس انها رسمه. بس صراحه ما اقدر ما اقدر ما اقدر. اسمح لي. طارا 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 طارا، لا 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 لا، بس اعطي الاخوان اللي هناك ضيفان، كثر عليهم، زق عليهم مرة ثانية، زق عليهم. والله شغل كاير، بيض الله وجههم. منح عين النعمة وتجلى. أيوة. أبو عبد العزيز. شوف لك حل مع سعود الحوشاب. الشغل بالجوال إذا تبيه بعطيك إياه. لا تسرب يا. في إثبات بالدليل. في موجود الكاميرا عليك. سعود الحوشاب يبي يعطيني الجوال. أنتوا جايين. جاي يخربنا. إحنا مواظبين يا سعود. عشان أبيعك. أبو عبد العزيز وينك من زمان؟ لبيه. هذا خبز عليه سمسم. خبز عليه سمسم. عليه سم. هم اللي يشتهرون بترى ابو مناحي، هذا اللي يشتهرون. تكلم. هذا يشتهرون بالكعك والجبن. الخبز المعين ذا اللي عليه سمسم. هذا هو اللي يشتهرون. جميع طواقم صراحة. شوف. جبن وسطه. وحشب جبن. يا الله. الصوص الصوص يا الله الصوص يا جماعة الله. وش تبي؟ تبي توت؟
تبي شطه تبي ثوم مزاجك. يقول يا بدر حسين دائما سوي فقرات. يلا توقع تبي تبي الفقرات يعني عشان الضيوف ولا عشان تاكل يا حاتم؟ ها؟ تبي الفقرات عشان الضيوف ولا عشان تاكل؟ يا سلام انت انسان مخ نظيف. الله يسعدكم ويبارك فيكم وجعله هني وعافيه، جعله هني وعافيه. كعك وجبن يقولون جعله بالالف الف الف عافيه. وش بقى بعد من اطباق يا صدز؟ اوه عندهم البطاطس وش يسمونه ذا؟ ترى ما اعرف اسمه. الاسم عندك ابو مناحي. هذا بطاطس مقطع تقطيع بدمه وضمير. شوفوا بدمه وضمير. يا سلام مع صوص، مع صوص كذا يكفي روح. يا سلام مع مع المطعم هذا ينسى الجوع. يا سلام دقيقه باقي طبق، باقي طبق. يا جعله بالعافيه يا ابو عز. الله يعافيك. يا سلام يا سلام عليك. يا سلام يا سلام. اوه صراحه اليوم انت انت اليوم ابدعت يا ابو مناحي. وش الصوصات؟ وش انواع الصوصات هذه؟ من الزوال يا رب العالمين. شيء شو 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 الفطاير. شحكي لك شحكي لك يا ولد شحكي لك. تبي عشاء؟ والله انه مطعم عشاء. تبي مطعم غداء؟ والله انه حق غداء. تبي فطور؟ والله انا حق فطور. اركد اركد. تبي حق عصريه؟ عصريه. يا سلام خلني باكل. وش زعتر؟ زعتر ولبنه بالعسل ولبنه. يا سلام انا اقدر اقدر سبانخ. قل يا سلام يا شاهي قاكم هو حاطه في الكيسان. طيب يا جماعه الخير نقرمش قرمش شوي عشان يا راعي الشاهي ناخذ ناخذ جوله مع ضيوفنا. ما يصير. طيب ضيوفنا ما اعطيتهم شيء يا هذا مبلح والله ما يقصر شيء دول ابو مناحي بعيونهم بس يتكلمهم بعيونهم. يا طع الشاهي خالد عبيد فاضي اشغله شوي اشغله اشغله فاضي تفضل يا حبيبي سمعنا نبي موال الطاقة النيابية. تم 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 طلع. يا يهودي يا محمد اسمع لبي لبي اسمع يا سلام يا سلام عطوا خالد عبيد ونوف منصور صدى السلطات اعلنا كلمنا تكلمنا لا يلا 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 يا شباب. طبعا اما السلطات صراحه شكل فتوش وتبوله وسيزر بالدجاج. يا سلام محطوط الدجاج في اكياس تعليب وتغليف وترتيب ومنظر. طيب يا شباب عشان نرجع كمل فقرتنا خالد. طيب بنشتغل على الجهه هذه عشان نرتب حنا عشانا من هنا. لا لا استعين بالله استعين بالله خالد والله ما نخليك. خالد عطنا صوت عطنا صوت يا نواف منصور انت مع انت مع خالد صلوا عليه عشان بنرتب هنا. عطنا صوت الله يسلمك. الا احد بيناسبه بعد يلا استريح 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 انت استريح من ناحيه ايه من ناحيه.